يوم الاستشهاد بقى، ايه اللي حصل؟ ايه اللي ضرب بينكم؟ اخر مكالمة جمعتكم مع بعض؟ هو دي كانت اخر اجازه ليه، وكانت المفروض بيروح اسبوعين ويرجع، فكان قرب خلاص يخلص الاسبوعين، ودي كانت بعد العيد مباشره، بعد العيد الصغير. يعني هو قضى رمضان اخر 5 ايام بس في رمضان، وثلاث ايام من العيد الصغير ومشي، وكان خلاص قرب خلص الاسبوعين وقرب يرجع. كنا طبعا بنتكلم على الواتس لان ما كانش فيه شبكات، لانه المكان اللي كان فيه اصلا ما فيهوش شبكات، فكان واي فاي فقط، فكان بنتكلم على الواتس. فكان على طول باستمرار بيسال يوميا وبيطمن، وكان قبلها بيومين بالظبط بنتكلم على انه هو عيد ميلاد علي يوم الجمعه، وبتجهزوه اليوم اللي هو الله يرحمه استشهد فيه قبلها بيومين بالظبط، وان طبعا احنا مش هينفع نعمل اي حاجه من غير ما انت تيجي. فهو كان المفروض مقدر ليه انه يرجع يوم الاثنين اللي بعد الجمعه على طول. فاحنا هننتظرك بقى لحد يوم الاثنين، هنأجل عيد الميلاد كام يوم ونستناك، ونعمل عيد ميلاد بقى مع الوالده تحت ومع اخواته وكده. فكنا بنجهزه ومفيش اي حاجه. فوجئت قبلها بيوم بس بالليل، بيقول لي انه هيرجع يوم الاثنين بالليل. ودي حاجة كده قلقتني، قلت له لا بلاش بالليل، خلينا النهار ليه عينين وما تسوقش بالليل. فكان دايما يقول لي سيبيها على الله، أي حاجة يقول لي سيبيها على الله سيبيها على الله. سبحان الله، قبلها بيوم كنت يعني بقدم في وظيفة، وكان بقالي فترة طويلة عشان الأولاد ورا بعض ما كنتش عارفة أقدم في وظيفة وانزل أشتغل أنا كمان، فكنت بقدم في وظيفة كده في مدرسة يوم الخميس، وكنت روحت اتقابلت في الانترفيو، قدمت وعملت الانترفيو اتقابلت، ورجع مبسوطة جدا وبكتب له على الواتس وبفرحه. فكان فرحان وبقول له انا اخيرا حاسة ان الدنيا بتضحك لي، او اخيرا حاسة ان الدنيا حلوة. وبيدعي لي وزي الفل. دي كانت اخر رسائل ما بينكم بتاعت يوم الخميس، انا مش مصدقة قد ايه الدنيا حلوة، حاجة زي كده. يمكن كان في حمزة، كانت البطولة بتاعته قربت جدا في الجمباز، وكان يعني هو يعني دايما بيبقى حاسس ان انا ابني لو مميز في حاجة انا افضل وراه لو عملت ايه عشان خاطر يوصل لهدف. فحمزة كان مميز في رياضة الجمباز، وكان بيخش بطولات جمهورية كل سنة وبيحقق ما شاء الله، فكان مطلوب له حاجة كده معينة عشان العقلة، فكان بمبلغ. فأنا اتصلت قلت له المبلغ مش معايا، فقال لي من آخر الرسائل انزلي في مبلغ أنا حطه في ظرف في العربية، هاتيه ده، بس ده صدقات، خدي اللي انت عايزاه، وأول ما أرجع فكريني لأن دي صدقات. كان حريص هو دايما على دي حقوق ربنا، دي صدقات، فده يعني فكريني لحسن أنسى. ليلتها بقى بالليل خالص بعد ما رحت في النوم على الساعة 1:30 كده، بعت لي رسالة على الواتس، اللي هو يعني رسالة كده بيناديني، يعني لو أنا صاحية برد، لو نايمة خلاص، لما بصحى الصبح برد عليه. للأسف كنت نمت فما ردتش يعني. فصحيت بقى الصبح الساعة 9، كان يوم جمعة، فأنا بلبس الولاد وعند حمزة تمرين، بلبس الولاد كلهم 9 الا تلت كده، وبنلبس وبننزل. لقيته بعت لي الرساله، فكتبت له بقول له ايه ده، ل1:30 معقول صاحي؟ هو كان الله يرحمه طبعا بينام بدري، والساعه 4 بالكتير تلاقيه صاحي يعني. بعتها قبل ما قبل موقعه البرس، قبلها يمكن بساعتين او حاجه يعني، كانت خلاص يعني. قلت له ايه ده، معقول انت صاحي؟ انت اتعلمت السهر ليه؟ وبضحك يعني ما فيش اي حاجه، وانا ما اعرفش بقى ان هو خلاص اصلا يعني، الله يرحمه وعند ربنا. في ثانية بعت رسالة وقفلت واتشغلت مع الولاد وخدتهم ونزلت ورحت. طبعا لأول ما روحت النادي ودخلت حمزة التمرين بقى، فتحت بقى الموبايل بتاعي، لقيت الخبر نازل. عرفت بقى بعدها بعد ما هديت شوية انه تقريبا ما سابش حد من صحابه في الوقت ده بالتحديد، زي ما تقول هو كان قاعد شوية في قطه قبل الاستشهاد وفاضي، ما سابش حد ما بعتلهوش رسالة في اخر اخبارك ايه، عامل ايه. ناس كتير جدا بيقولوا كان بقالنا شهور ما كان بيودع، يعتبر بيودع الناس كلها. لما دخلت عليه بعد الاستشهاد، دخلت عليه التلاجة، كان ليك رسالة وكلام، قلت له ايه؟ انا
انا يعني كنت الاول طبعا طلبت اشوفه علشان اطمن عليه انه هو يعني سليم ما فيهوش لا سمح الله حاجه يعني. وبعدين لازم اودعه. فانا في لحظه الوداع الكلمات اللي قلتها له كانت ايه؟ انا ما كنتش فاكره طبعا كنت بقول ايه اياميها. ففكروني بعدها زمايله والله اللي ما كانوا موجودين ان انا بقول له اطمن على مصر. يعني انا يعني سبحان الله هي الكلمه طلعت كده. يمكن لاني كنت عارفه انه احمد الله يرحمه كان همه الكبير مصر. كان شايل همها قوي قوي وكان خايف عليها وكان عنده استعداد في كل وقت يضحي وانا عارفه ده عشانها. فهو خلاص ضحى عشانها خلاص وراح ما عادش موجود. فيمكن حسيت للحظه ان احمد يمكن كان دايما هو اللي بيطمني لما بيحصل اي حدث بيقلق وتلاقي كده وسائل التواصل كلها تداولته. فكنت دايما ابص له. الفتره دي كانت فتره صعبه في تاريخ مصر. فكنت دايما ابص له اقول له طمني. كان هو اللي يطمني يقول لي لا اطمني. عشان كده دي كانت رساله. فلما احمد راح فانا حاسه ان ما عادش في حد يطمني على مصر. يعني خلاص انا كمان قلقانه على مصر. فكان اطمن على مصر. انا خلاص بقى دلوقتي متاكده ان طالما دمك راح عشانها فلا خلاص استحاله مصر ربنا هيضيعها واستحاله هتبقى في خطر. اكيد ودايما مصر ربنا هيحفظها وهتفضل طبعا طول العمر امنه ان شاء الله.